حبيبي ايش تسوي؟ ليش انتم مطحيين؟ ليش انتم مطحيين؟ ما عندناش طحين. ما عندكوش طحين؟ والله تو انا لقيت ريحه زي كده وعبيت والله كان هاي زيك والله هاي معي تعال يا عم تعال مبسوط يا عمو هاي عمو مبسوط عليهم طيب ايش بدهم يعملوا هدول تعال انا تعال ايش يا عمو نعمل خبز هدول بكفنك انت واهلك قنوع الولد بيقول لك اه قلنا 11 طيب هدول بدهم يكفونا؟ ايش بده يعمل؟ هاي اللي لقيها